تحت رعاية وزير النفط وزير الكهرباء والماء الدكتور خالد الفاضل، وبحضور وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري. وافتتح المعرض الطبي الأول لوزارة الكهرباء والماء، والذي يقيم في بهو الوزارة في الفترة من 23 إلى 26 من يونيو لعام 2019، حيث قام المهندس محمد بوشهري بجولة تعرف من خلالها على ما يقدمه المشاركون في المعرض من عروض ومنتجات لموظفي الوزارة. هذا المعرض لأول مرة يقام في وزارة الكهرباء والماء تحت رعاية معالي الوزير الدكتور خالد الفاضل، مشاركة جدا ممتازة من قبل العديد من العيادات المتخصصة، سواء ما يخص طب الأسنان وكذلك العيون والصحة العامة بشكل عام. حبينا أيضا أن نشارك موظفين وموظفات الوزارة بأنهم يكونون حاضرين إلى هذا المعرض ويستفيدون حقيقة من العروض المميزة